الأستاذ طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب. مساء الخير معالي النائب. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. يعني بداية كده يعني انطباعك عن الكلمة اللي ألقاها طبعا أكيد دكتور مصطفى ما قرا الكش 300 صفحة لأنه قال إن دي لمحة يسيرة كمان من البرنامج، فأكيد أنتوا لم تطلعوا بعد على كل التفاصيل، لكن يعني انطباعك عن الملامح الرئيسية. طيب النهاردة كلمت السيد رئيس مجلس الوزراء في خطاب إعادة تكليفي بتشكيل الوزارة وعرض برنامج الوزارة الجديد، يعني هو خاض سريعا في الملخص التنفيذي للرؤية الخاصة ببرنامج الوزارة الجديد، ووضع البرنامج بين يدي اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب لدراسة ما جاء في التقرير. ويمكن أشار سيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا التقرير يزيد عن 300 صفحة متناولة الأربع محاور التي تناولها اليوم في عرض الملخص التنفيذي لهذه الرؤية. اللجنة المشكلة هي برئاسة وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد، و أعضاء اللجنة العامة متمثلة في رؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية وممثلي التيارات السياسية من المعارضة والفردي، وكذلك أيضا عضوية وكيل المجلس الثاني والأستاذ محمد أبو العينين. ستعكف هذه اللجنة بداية من يوم الأربعاء القادم حتى نهاية الأسبوع المقبل في دراسة التقرير وإعداد رد مجلس النواب إذا كان هناك أي ملاحظات أو أي توصيات من قبل السلطة التنفيذية لما جاء في فحوى تقرير الحكومة الجديد. من قبل السلطة التشريعية تقصد حضرتك؟ أنا قلت التشريعية، عفوا. أنا سمعتها التنفيذية. أنا بشكر سعادتك يا فندم معالي النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشكر حضرتك.